بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في درس جديد على قناتكم قناة أبو إياد التعليمية. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة أحكام تجويد القرآن الكريم، ودرسنا اليوم عن المد الفرعي بسبب الهمز. في البداية نعرف ما المقصود بالمد الفرعي، وقبل ذلك أن نعرف المد الفرعي، علمنا من قبل أن أنواع المد اثنين، هما هل تتذكر؟ نعم، المد الأصلي أو الطبيعي والمد الفرعي. والمد الأصلي هو ما لا يقوم ذات الحرف إلا به ويمد حركتين. هنا سوف نتحدث عن النوع الثاني من أنواع المد، وهو المد الفرعي. وتعريف المد الفرعي هو إطالة الصوت بحرف المد بمقدار يزيد عن الحركتين، ويكون بسبب همز أو سكون يأتي بعد حرف المد، ويرمز له في المصحف الشريف بعلامة المد هكذا. أنواع المد الفرعي ينقسم إلى قسمين، بسبب الهمز وبسبب السكون، وسوف نتحدث إجمالا عن هذين القسمين وأقسامهما، وسوف نكتفي فقط في هذا الفيديو بالمد الفرعي بسبب الهمز، ونتحدث عن هذه الثلاثة أقسام: الواجب المتصل والجائز المنفصل والصلة الكبرى. أما المد الفرعي بسبب السكون وهو اللازم والعارض للسكون ومد اللين، فسوف يكون في فيديو آخر إن شاء الله. أولا، المد الفرعي بسبب الهمز ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما علمنا، وأول قسم منه هو المد الواجب المتصل، وهو إذا جاء بعد حرف المد همز في كلمة واحدة. إذا وقع بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة يكون هذا الحكم هو واجب متصل. مثال: السماء. وحكم مد هذا المد أن نمده أكثر من حركتين، وفي رواية عن حفص 4 أو 5 حركات عند الوصل وعند الوقف، والمختار هو أن يمد 4 حركات. وسمي واجبا لإجماع القراء على وجوب مده زيادة عن المد الطبيعي، وسمي متصلا لأن المد والهمز يكون مجتمعان في كلمة واحدة. إذن علمنا المد الواجب المتصل، تعريفه ولماذا سمي بهذا الاسم، ونأتي إلى التطبيق في قوله تعالى: لا نقول السماء فقط، لا، نقول نمده 4 أو 5 حركات، فنقول، وعلمنا من قبل أن مقدار الحركة هي قبض اليد أو الإصبع وبسطه، فنقول السماء، الملائكة، تبوء، تفيء، وجيء. يمكن أن تجرب ذلك على يدك وأنت تقرأ هذه الكلمات. القسم الثاني من أقسام المد الفرعي بسبب الهمز، وهو المد الجائز المنفصل، وهو أن يقع حرف المد في آخر الكلمة الأولى وتقع الهمزة في أول الكلمة الثانية. يقع المد في آخر الكلمة الأولى وتقع الهمزة في أول أو في بداية الكلمة الثانية، ولذلك سمي منفصل لأنه في كلمتين. المتصل قلنا أنه متصل لأنه يأتي في كلمة واحدة، أما هذا سمي منفصلا لأنه يأتي في كلمتين، المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول أو في بداية الكلمة الثانية، ولذلك سمي منفصلا. ولماذا سمي جائزا؟ سمي جائزا لاختلاف القراء في مده، فمنهم من مده على رواية حفص 4 أو 5 عند الوصل، ولكن المختار أن يمد 4 حركات. نأتي إلى التطبيق بالأمثلة فنقول: قالوا آمنا،
وفي أنفسكم يا أيها هؤلاء. دورك في تطبيق وتلاوة هذه الكلمات، فلا تقول قالوا آمنا، خطأ، لابد أن نمده 4 أو 5 حركات على الأكثر و4 حركات على الأرجح. انتهينا من المادة الجائز المنفصل، وهناك بعض العلماء من يقول أن هذين فقط هما النوعي المادة الفرعي بسبب هناك الهمز. من يضيف ويلحق بالمد المنفصل مد آخر وهو يسمى مد الصلة الكبرى، فيا ترى ما المقصود بمد الصلة الكبرى؟ درست من قبل المد الصلة الصغرى، هل تتذكر ما كان المقصود به؟ نعم، كان المقصود به هو مد هاء الضمير الغائب المكسورة أو المضمومة، والذي يأتي بعدها حرف من حروف اللغة العربية غير الهمز. هنا إذا جاء هذه الصلة الصغرى، هنا إذا جاء بعد هاء الضمير الغائب المكسورة أو المضمومة الهمزة، نقول أنه مد صلة كبرى. بلاحظ الفرق ما بين مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. إذا جاء بعد هاء الضمير الغائب المكسورة أو المضمومة أي حرف من حروف اللغة العربية غير الهمزة تكون صلة صغرى، وهذا يكون من ملحقات المد الطبيعي ويمد حركتين. أما إذا جاء بعد هاء الضمير الغائب المكسورة أو المضمومة، إذا وقعت بين متحركين، إذا وقع بعدها همزة، نقول أنه مد صلة كبرى ويمد كما المد المنفصل حركتين أو 4 أو 5 عند الوصل، والمختار 4 حركات. فنقول إنما أمره إذا أراد شيء، وإذا أراد هنا أكثر من نوع من المد، فهنا إنما أمره، هنا هل تتذكر هذا المد؟ جاء منفصل، جائز منفصل، ولكن الذي يعنينا هنا في المد الصلة الكبرى هو هنا أمره إذا، هذه هاء الضمير الغائب المضمومة، ولاحظ يكتب واو صغيرة بعد الهاء، أمره إذا. في الآية الثانية وقالوا هذه أنعام، لاحظ بعد الهاء في هذه، الهاء الأخيرة في هذه، تلاحظ علامة ياء صغيرة، فهاء الضمير قد تكون مكسورة بالضم أو بالكسر، لاحظ ذلك جيدا. فيمد هذا المد 4 أو 5 حركات على الأرجح، على والمختار هو 4 حركات. هنا نقول قد انتهينا من أنواع المد الفرعي بسبب الهمز، الواجب المتصل والجائز المنفصل والصلة الكبرى، وهذه بعض الأمثلة لتقيم مدى فهمك لهذا الدرس. وهنا مقارنة بين المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل، فعلمنا أن الواجب المتصل بيكون في كلمة واحدة، حرف المد يأتي بعده همزة في كلمة واحدة، أما الجائز المنفصل يكون حرف المد في كلمة في آخر الكلمة الأولى والهمزة في بداية الكلمة الثانية، وهذه أمثلة. وما الفرق بينهما؟ الاتفاق بينهما أو أوجه التشابه، علمنا الاختلاف. ما هو التشابه بين الواجب المد الواجب المتصل والجائز المنفصل؟ أن كلاهما يزاد في مده عن المد الطبيعي، وأيضا كلاهما يكون بسبب الهمز، أن وقعت همزة بعد حرف المد. وهذا مثال آخر، تقرأ وتتلو هذه الآيات ثم تستنتج منها الواجب المتصل والجائز المنفصل وتقيم ذاتك. وهذا اختبار أيضا تقويم ختامي، يمكن أن تقيم ذاتك بعدها. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، نلقاكم في فيديوهات تعليمية أخرى إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.